إذن موعد 15 نوفمبر مطالبة باستقالة الحكومة، تعتبر شيء أنه ممكن تكون ثم أزمة أعمق في الأفق؟ إحنا ذاهبون نحو الأزمة. أنا لا أرى أنه حل إلا إذا يعني جاتهم الحكمة، وأنا أعرف أنه الحكمة لا تأتي من السماء، وماشيين نحو أزماتهم ويصنعون في الأزمات، وهم بدوا يتحدثون على أنه نغير الجدول الزمني ونغير 3 أسابيع، و11 نوفمبر ولا 15 نوفمبر يردوها 17 ديسمبر. بدأ هذا الحديث. يودي المناورات الحزبية لا تنتهي، وانتوا فاكرين هي مناورات داخل حزب واحد، كان عندنا حزب واحد حاكم، والمناورات اللي كانت تتم في قياداته رهيبة جدا واستغرقت وحكمت 60 عام. فما بالك بالحزاب، رأى الحزاب المناورات الداخلية ومناورات ما بين الأحزاب وداخل كل حزب راه كبيرة. راه الحزب ما تنظروا، غلط من ينظر للنهضة أنه يلغي النوشي، وغلط من ينظر لنداء تونس أنه هو الباجي قائد السبسي. بكل احترامنا لهم وقيادتهم وكذا وجودهم وحضورهم وكذا، غلط من ينظر الجبهة الشعبية أنه يحمل أمام فيهم فسيفساء، معناها فسيفساء ولعب آخر ومناورات أخرى، وانا لازم هكا وانا لازم كذا، ما نخلي فلان يفوتني، ما نخلي فلان يظهر في الصوره، ما نخلي فلان هو صاحب المشروع، انا شنو، انا كذا، ماني انا ابو الشهيد، انا اخت الشهيد، انا ام الشهيد، ما نشوف في مزايدات في هذا الشيء لازم يعرفوه الناس. الاحزاب هي هذيك الاحزاب نص شغلها عالمي، راه مش كان احزاب تونس، نص شغلها هي مزايدات على بعض. هذه بالنسبة ليهم ما ينجمش يتم، متعة، هي متعة بالنسبة ليهم، وأنا متعة هي لعبة، هذه كما يسمى بلعبة الزربية الإيرانية، متعة هي. الوقت الطويل والمفتوح والتطريز اللي كل واحد يطرز على راحته، ومسابقات داخلية وذوات منتفخة ولاعبة، ومتعة بالنسبة ليهم هم. وهم في رأيهم أنه الشعب كله ينتظره، والشعب كله يستنى في الخلاص منهم، والشعب كله باش يعطوه الحلول، والشعب كله، وهم لا يملكون الا الوعود، ومن يصدق الوعود هو اللي يظلم نفسه، من يصدق الوعود هو الغبي. لا اريد ان اقول على ان الشعب التونسي غبي، هي الشعوب كلها تبدو ان موسومه بقدر من السذاجه، لا اقول الغباء، لكن تلك هي وعود السياسيين، السياسيين يحكمون بالوعود. وازيد اقول لك، لا يريدون رجل قوي يقودهم نحو المسار الديمقراطي، ومعظمهم يريد رجل ضعيف، نحيله جاكيته، نحيله قميصه، نحيله كرافاته، يمشي معايا منا، جيبه نحو اليمين نحو الشمال، تراوح انت وياه، ارقص انت وياه رقصة 3 أقدام 4 أقدام كذا، هذا هو ما يريدون. لا يريدون رجل قوي. أستاذ صافي، ثمشي شكون من مصلحته إدامة المرحلة الانتقالية اليوم في المخب السياسي؟ لأن من مصلحة الأحزاب تعمل نومون كلوتيرا. النومون كلوتيرا هذا مفهوم عاشته برشا دول، هو مفهوم أنه الأوليغارشيا المدنية الملتحمة مع نفسها، وفي نفس الوقت هي متصارعة مع نفسها. هم حكم جديد، حكم التعدد، هو تعدد من الخارج، لكنهم في الداخل في التحام. يود يتلذذون عندما تجتمع 5 أحزاب أو 10 أحزاب، نصفهم لا يملك أي نائب، ويساومون في مصيرك ومصير بلد ومصير منطقة كاملة. هم رئيس حكومة لتونس، أو مش بس لتونس فقط، لتونس وليبيا والجزائر أيضا، للمنطقة كاملة، ويقترحون في أسماء ما شاء الله، ويرمونا بالكرة من شاء الله. يعني علاش ما نقولوش هالكلام هذا؟ نقولوا يا أخي، ولا غير مثلا شكون يقول؟ لا أستاذ، تعتبرش أنه مشكل السن عائق كما كان يقعد يروج توا على مستوى؟ يا ودي احنا، يا ودي ما نبحثوش على السن. الدول حكمتها اللي عمره 80 عام حكم ودلل على نجاح معين، واللي عمره 30 عام حكم ودلل على نجاح معين. كثير من الدول حكموها شباب، كثير من الثورات ومن الامبراطوريات كونها الشباب، معليش، في 30 وتحت 30 وفوق 30. اسكندر المقدوني احتل نصف العالم عمره 33 عام، انهى مهمته. ليست هذه مشكله.
يا سيدي، ولا يستاهل مشكلة أنه واحد عمره 70 أو 80. لكن مشكلة عندنا إحنا، مشكلة عندنا إحنا موجودة. إحنا المشكلة عندنا إحنا في اختياراتنا، كل واحد يريد أن يختار نفسه لأنه مستحي شوية يختار الآخر اللي هو يشبهه ولا هو قريب له أو يلتقي معه أو هو كذا أو يلتقي معه. ما شفتش أنا شكون اللي ينتخبه واحد لكيف يقودنا جميعا نحو مسار ديمقراطي ويكون هو ضمانة للجميع، ضمانة للجميع، مش يبدأ في نصف الطريق يدوروه، يبحثون على راجل أن يقودونه مش يقودهم. هما يعترفون بالعجز أنه ما قدروش يمشوا المسار الديمقراطي، ويعترفون أنه في حاجة إلى رجل يقود هذه المرحلة نحو مسار ديمقراطي، ولكن لا زالوا في داخلهم يبحثون على رجل يقودونه لا يقودوه. بالله أستاذ صافي سعيد، هنا في السياق هذايا تعتبرش أنه شخصية أحمد المستيري على سبيل المثال هي شخصية سهل قيادتها؟ لا لا أعتقد أحمد المستيري، لا لا، ليس رأيي أنا، ومن خلال قراءاتي ومعرفتي البسيطة وكذا إلى غير ذلك، أحمد المستيري رجل أصلب من الحجر في مواقفه الديمقراطية. من شنو وجه الاعتراض عليه؟ وهو وجه الاعتراض عليه لأنه الآخرون لا يريدونه، يريدون رجل ضعيف ويريدون رجل آخر يعرفوا يلووه ويعوجوه ويكوروا به ويدخلوه له الزقاق ويخرجوه من الزقاق، يريدون واحد يعني توا. علاش الناس، احترامي للجميع، علاش الناس يقولوا السيد بن جدو في الداخلية نجح؟ لأن السيد بن جدو في الداخلية يمشي ويحكم وفق مشيئة البوليس، البوليس وجد رجل مناسب تفهم معهم بشكل أو بآخر، معناها لقى روحه، افهمها كما تريد. لكن بالنسبة للتو المجال السياسي احنا اللي يهمنا بشكل أخص اللي هو رئاسة الحكومة، ما وقعش الاتفاق، المأزق ديما موجود. ما وقعش الاتفاق إلا نتخلى عن ذواتنا وعلى قصر نظرنا وعلى ونكونوا فعلا متسلحين بوطنية أخرى جديدة وبأفاق وبنظرة أخرى جديدة. تريدني أن أقول أنهم يكذبون عندما يتحدثون عن الوطن؟ تريدني أن أقول أنهم يزايدون بالوطن على أنفسهم وعلى بعضهم بعض؟ تريدني أن أقول أنهم كثيرين منهم لا يؤمنون بالعالم التونسي؟ تريدني أن أقول عنهم ماذا؟ هذا شيء واقع، هذا شيء واقع. اللي يشري نواب راهو يبيع وطن، معناها ما عادش قضية مصلحة شعب، مصلحة وطن، مصلحة. أنا رأيي هذاك النائب هذاك انتخبوا شعب، كيفاش يجي يشتريه واحد آخر؟ ثم اللي اشتراه وباع وعاود اشتراه وباع حسب الأسعار والمساومات والسوق. أنا أعرف شخص اشترى 9 نواب، كي شاف أنه في مشكلة في المجلس التأسيسي وقد يحل المجلس التأسيسي باعهم قبل أن يحل المجلس التأسيسي. مزاد ولا؟ أي معناها ميركاتو نتاع نواب، ميركاتو نتاع نواب. ما ماركاتو بازار، بازار. من علاش قلت لك انا البازار الزربيه الايرانيه؟ بلي استاذ هنا سؤالي تقريبا اللي مش نختم به الجزء هذايا، شكون من مصلحته افشال التجربه التونسيه في الداخل التونسي بقطع النظر على الخارج؟ في الداخل التونسي هناك قوى لا تريد لا ديمقراطيه ولا حريه. خليني من قوى التجمع والنظام السابق. التجمع مش كله فيه، تجمع فيه من اقتنع بالديمقراطية ويريد الديمقراطية. لا لا، أنا لست ديماغوجي لهذا الحد، ولا أمارس السياسة بالانتقام ولا بالنظرية الارتجاعية. هم مارسوها، يعني صافي سعيد ولا علي بن صالح يعملوا له صورة عام 60 ولا عام 70 تبقى مطبوع وموسوم راسخة حتى ل 2050. هم اشتغلوا بها، لكن هو هذا غلط. أنا لا أؤمن بهذا الأسلوب. هذا التجمعي يستطيع أن يكون ديمقراطي، النهضوي يستطيع أن يكون ديمقراطي، الماركسي اللي ما كانش يؤمن بالديمقراطية يستطيع أن يكون ديمقراطي، وهو كلنا هكذا. لا أحد من هذه العائلة السياسية التي تراه إن كانوا تجمعيين أو دستوريين أو نهضويين أو ماركسيين أو قوميين عرب أو إسلاميين كانوا يؤمنون بالديمقراطية. الديمقراطية كانت شيء طرف وعيب عندهم، وهكذا تربينا، اللي في مدرسته اليمينية واللي مدرسته اليسارية ما كانوا يؤمنوا بالديمقراطية. اليوم وصلنا إلى قناعة أن الديمقراطية ضرورة من ضرورات الحياة السياسية، مشترك بيناتنا ومشترك كبير بيناتنا. واليوم إذا كنت أنا باش نمد يدي للفلان وهذا كي يمد يده للفلتان، هو من أجل الديمقراطية،
وهذا الوليد الديمقراطي لازم نحافظوا عليه وانه كلنا نقدوه ونعتنوا به. كلام جميل، لكن شكون ما يساعدوش؟ ما يساعدوش يعملوا في البطولات الزائفة. أصبحنا في تونس نصنع بطولات ونصنع شهداء ونصنع إرهاب. هذا جزء أيضا من 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 فلسفة النوموكلوتيرا وفلسفة المجموعات المتحالفة، هذه الديكتاتوريات المدنية الجديدة، وفلسفة من 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 الماركت متاع العولمة. الإرهاب راهو مرش، لا تتصور أنه الإرهاب مرش. الإرهاب أصنع لك أنت تضرب بقنبلة هنا وأنا سأبيعك باب إلكتروني هنا. معناها هناك الإرهاب معطى دولي استراتيجي لن ينتهي. بدأ في السبعينات وبدأ يصعد 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 ويتحول من مدرسة لمدرسة. كان الإرهاب عند اليساريين، أصبح اليوم عند الإسلاميين، غدوة لا نعرفه عند من يصبح. معناها الظاهرة مش ممكن أنه والإرهاب هو شيء مشترك بين الدولة وبين المنظمات الأخرى وبين أعدائها، لأنه حتى الدولة تمارس الإرهاب. لكن نسبة حقيقته الإرهاب اللي نحكيه عليه توا، نسبة حقيقته في تونس كيف ما قلت لك، يعني الحقائق الافتراضية أكثر من الحقائق المادية. كل شيء موجود وغير موجود، وكل شيء معولم، وكل شيء عبر القارات، وكل شيء يدخل لك عبر الأدوية وعبر التهريب وعبر الفلوس وعبر الجمعيات وعبر الأحزاب وعبر الفلسفة وعبر الديمقراطية المعولمة وعبر الجهادية الإسلامية المعولمة، عبر كل شيء الإرهاب. وبعدين يدخل لك في الماكينات وفي المرشيات وفي كذا، وفريق يسافر يدرب وفريق الآخر يستمتع وفريق آخر يمشي يشتري السلعة الأمنية، يعني السلعة الأمنية دراجات ومسدسات وكذا وحمايات وستائر وسواتر ترابية وسواتر إسمنتية وسواتر بلاستيكية وكذا، كله مرشي. هذا كله مرشي على الشعب التونسي أن يفهم أنه المرشي الكبير في تونس اليوم هو مش في تونس، في كثير من البلدان، هو المرشي الأمني. السلعة الأمنية هي أكبر مرشي. شوف شركة رينو ولا الألمان ولا كذا، إذا كانوا معنا صرحاء الحكومة هذه، تشوف العروض المقدمة من الشركات الأمنية في أوروبا من البرازيل ومن ألمانيا ومن فرنسا على الحكومة التونسية، اشتري هذا اشتري هذا اشتري هذا، ويشتروا ويخافوا يشتروا. تو أعطيك مشكل، مشوا لهولندا مشان يعملوا فحص على 3-4 رصاصات ولا 10 ولا كذا، ورجعوا بنتيجة تعاركوا عليها واختلفوا عليها وتحدى أي واحد فاهم شو الموضوع. إذا التقرير الأمني جاء واخفي على تحقيق حاكم التحقيق، ما فائدته؟ بعدين احنا عملنا تقرير أمني لخبرة أمنية، خبرة تكنيكية فنية نجم قوموا بها احنا، ونجم قوموا بها الإسبان والهولنديين والبرازيليين والجزائريين. لماذا اخترنا هولندا؟ هذا سؤال. وليش الإنابة أيضا اللي جت بعد هذا أيضا زدنا اخترنا هولندا؟ وهولندا عندما جتها الفرقة الأمنية أعطتها التقرير، وعندما جتها الفرقة الإنابة العدلية بطلت تعطي التقرير، قالت لا، دولتكم فيها الإعدام، لا أعطيكم التقرير، لا تحمل مسؤولية. معناتها هل هذا يعرف بهذا أنه هذا مشى لهولندا ومشى لنفس الدولة ومشى لكذا؟ ما هو النجم نجيبه أنا تقرير الإنابة العدلية، نجم نجيبه من دولة أخرى، والتقرير الفني نجيبه من دولة أخرى، والنجم نجيب تقريرين فنيين حتى لا يطعن فيهم للتأكيد. بمت للتأكيد ليش هاللعبة؟ بعدين يجي يقول لك لا، احنا ما كناش نملك البيرتا، بس راهو ثبت أنه نملك البيرتا، لكن الرصاص المطلوق هذا 9 والبيرتا متاعنا يطلق في 7.75. هل فيه واحد في الشعب التونسي يفهم هذه اللغة؟ ما يفهمهاش. من أدراني أنا وعلي أن أطرح السؤال أنه مسدس الذي يطلق 9 لماذا لا يطلق 7.75؟ هل المشكلة أنه في مخزن رصاص ب 11 رصاصة؟ ما هو هذا يتباع أو يتباع في بنقردين وفي كل مكان. ليش؟ يا ولد، ولا الأسئلة ما يتروحاش. السياسيين في موضوع كيف هذا ابتعدوا، لا ما عادشي ابتعدوا، أمور تقنية. مش بس أمور تقنية، أمور لا يفقهونها وتشغلهم ولا تعطيهم أي شيء، يطلعوا بعدين يزايدوا بمواضيع أخرى. أو كعندهم الشهيد وأم الشهيد، شو يعملوا بالرصاص؟ أستاذ، حسب تقديرك، حسب تقديرك وخبرتك في الميدان الاستراتيجي والسياسي، أنا أقول نحب نعرف، أنا أقول لك كلهم فقدوا شعبيتهم وقواعدهم،
وخاضوا هذون معارك وهذون خاضوا معارك، ومعارك كلها ضد بعضهم، مش معارك من أجل التخلف ولا من أجل تونس، مش معارك صحيح، معارك ضد بعضهم البعض، معارك من أجل السلطة، الصراع على السلطة في تونس، وهو هو صراع بالأساس صراع دولي على تونس. يعني قبل ما يكون صراع داخلي، يأخذونهم كهم، يتمظهر هناك صراع على السلطة، ولكن تونس ومشاريعها ورؤيتها ومستقبلها هي في جانب آخر، ودائما مؤجل، مشروع مؤجل، مشروع مؤجل كالجنة والنار. أستاذ، قلت حسب تجربتك، خبرتك في الميدان الصحفي استراتيجي، قراءاتك السياسية، المسار الانتقالي اللي نعيشوه اليوم، تمشي تقدير ممكن اقتراحه في الإطار اللي قاعدين نعيشه فيه على المستوى السياسي تحديدا؟ تقدير، تقدير المخرج، الصيغة من شأنها أن تعطي دفع جديد. أنا من الصبح نحكي لك على المخارج متوفرة، المخارج متوفرة، لازمها إلا شجاعة أدبية وشجاعة أخلاقية، والتخلي على أنانيات وعلى الصراعات الضيقة، والتفكير في المستقبل، يقولوا راه قد يصبح هذا الأمر خطير علينا وعلى البلاد. إدراك، وعي، ما ثماش إدراك، إدراك ووعي، ما ثماش درجة من الوعي تتعارض مع درجة الأنانية والنرجسية، درجة من الوعي بالدولة وبالمجتمع وبالمستقبل وبما سيسجله التاريخ، لأنه كل مستقبل سيصبح تاريخ، وما نعيشه اليوم هو قد أصبح ديجا تاريخ ولحظة فارقة. ولذلك يا أخويا موجود الفرص. ليش يا أخي؟ إحنا شو نقول لك، شو تعقيداتنا، شو مشاكلنا؟ لا إحنا لا اليابان ولا مالي، مع احترامي لكل الدول، فهمت؟ يعني دولة متوسطة، متوسط الحجم، متوسطة في كل شيء، ديموغرافية، واحد في الديموغرافيا، في الجغرافيا، في الإمكانيات، في كذا، في الذكاء البشري، في كذا، في التنمية البشرية، متوسط من شريحة ثانية في العالم الثالث. دي ما لازم نعترف بهذا، ورانا مورطون في جغرافيا اللي ما نتحكمش فيها. يجب التوانسة أن يوعوا أن الجغرافيا اللي عايشين فيها، جغرافيا الإقليم، نحن لا نتحكم فيها. نحن دولة صغيرة انكلافي entre deux grands ou deux géants états يعني qui sont riches وراهو و qui manquent يمكن qui ne sont pas politiquement corrects qui ont politiquement incorrects دولتين هذوما. وهالدولتين هذونا يا اخوي مش لاني هارب التسمه، الجزائر وتونس كجغرافيا وكثروه وكغموض كبار، تونس راهي كيف يقال انكلافي يعني محشوره بيناتهم، هي لا تتحكم في الجغرافيا الكبيره بين الجزائر وليبيا، لا تتحكم، لان هذه جغرافيات تمتد لداخل افريقيا وداخل المتوسط، وتحسب بالثروات وتحسب بعدد السكان وتحسب بالمساحات الارضيه وتحسب استراتيجيات وبخيارات الدول، والدول الكبرى تختار الاكبر والاقوى والاغنى. اذا احنا محكومين بهذا الوضع، يجب ان نفهموا هذا الوضع. ما فيش احنا وزاره خارجيتنا التو يتعاركوا على موظف طردوه وموظف ما طردوش، وتجي النقابه وتعمل اضراب، هذا حصل امبارح. يودي ما عندناش، يودي لماذا، يودي ظهرنا دولة تقودها النقابات، يودي النقابات تقود، لما لا؟ عندها ما تقود، وعندها مشغلها، وعندها شغلها، ولكن توا مش بس النقابات بتاع الاتحاد، نقابات أخرى وأخرى وأخرى، ونقابات أمنية والله أعلم، ونقابات في الديوانة، ونقابات في الخارجية، ونقابات في كل المؤسسات. يعني أنت كي تبدأ الداخلية وتبدأ الخارجية محكومة بالنقابات، شو تنتظر؟ كدرسي محكوم بالنقابات، البنتاغون ولا كذا، ولا السي اي محكوم فيه نقابات، ولو انه الامن الفيدرالي فيه نقابات، الى وجه المقارنه بين هذا وذاك، وجه المقارنه. احنا هاو نجيبوا في الحاجات اللي نحبوا، نجيبوا الحاجات الاحسن الرقي، نجيبوا في دول ديمقراطيه
عندها 200 عام ديمقراطية و 250 عام ديمقراطية، ما عندهمش رقابة لا في الأمن لا في البنتاغون لا في أي كده لا في الخارجية. هذا اللي نحب نحكيه لك. يا ريت عندنا حاجات أخرى كيفهم، أوكي نعملوا نقابات ونعملوا أكثر من نقابات. يا دي احنا لو غلبنا شيء على شيء، يعني كيفاش وزارة خارجية تتعطل بإضراب بسيط على موظف؟ هذه إشكالات تحدث في كل بيت مش في كل وزارة، في كل بيت. أنا متأكد أن اللي طالب بالإضراب الخارجية عنده 20 عركة مع مرته وجارته، ما يحلهاش بالإضراب، فهمت؟ عركته مع مرته ما يحلهاش بالإضراب. معنى هنا ثم كما قلت تغليب، مش التغليب، أشياء ما هيش في وقتها، مش في وقتها ومش في مواقع سيادية ومش في ظروف كيف هذه الظروف، وهذا نقص لوعي الدولة. ولذلك هم يقترحون أسماء لرئاسة الحكومة ما لا علاقة بالدولة ولا بسيادات الدول ولا علاقة بالجغرافيا السياسية ولا بالعلاقات الدولية ولا بأي شيء، ما عندهم علاقة، ويقترحون فيهم كرؤساءهم، ويعتقدون أنه واحد عنده شهادة في الاقتصاد عام 70 أنه يفهم في الاقتصاد. يا ودي راهم تجاوزوا التاريخ هذا، خلي يسمعوا الناس، رأي الشهادات لا تعني أي شيء. وراهم اللي بنوا اقتصادات كبيرة في العالم لا درسوا اقتصاد ولا هم عندهم شهادة في الاقتصاد. هذا لماذا معناه يحتاج شيء أردوغان هو عمل اقتصاد قوي في بلده، اقتصادي مش اقتصادي. مهاتير هو عمل اقتصاد كبير، دا سيلفا هو عمل اقتصاد كبير، وكذا برشا ناس عملوا اقتصادات كبيرة، حتى الهند عملت اقتصاد كبير. شو اقتصاديين هذولا؟ إما هو يقع وقت اللي يقع التسويق الفكرة هذه يا أستاذ، يقع التسويق لها احنا خاصة إعلاميا. احنا شوف خاصة إعلاميا. أنا مع اعتذاري للشعب الليبي والشعب المرضى بكلمة دكتور دل، في تونس وفي ليبيا وفي الجزائر وفي البلدان هذه مرضى أنه اللي بيتحصل له على ماجستير يضيف له اسمه دل. يودي مرات واحد عنده 20 كتاب و30 كتاب وكذا يفوله حتى دل حتى بالغلط يشيلها. هذون يا أخوي كذلك الشعب تطبع أنه اللي يجي يظهر سي في برا، يجيب لك أنت واحد من معهد يجي يشتغل عندك تو يجيب لك سي في شاك 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 شاك، يعرف كل لغات العالم على السي في، وكي تجيب أنت تلقى شيء. بعدين شو دخلني إذا أنت درست اقتصاد في جامعة عام 80 ولا عام 90؟ يا ودي العالم ما هوش عام 80 وعام 90، يعني الخبرة السياسية الخبرة لابد منها. ثانيا رأوا كل اقتصاد هو سياسي، ليش سموه اقتصاد سياسي؟ هذا لماذا معناها الإنسان يحتاج لأنه يتعامل مع تسويق مثل أفكار بشكل وهذا تقريبا مش ينقلني. لا ومحتاجين احنا لرئيس ربان حكومة مش اختصاصي باش يدخلك في اختصاصه ما عادش يخرج منه. مالناش محتاجين لواحد مختص، محتاجين لكبران، واحد يعرف يقود، واحد عنده روح القيادة، عنده الجرأة، عنده القوة، عنده الهدف واضح كما قادها في الفترة الحكومة الانتقالية. يا باجي قائد السبسي مع كل اعتباراتنا، مرحلة انتقالية فعلا. لا الباجي قائد السبسي مع اعتباراتنا كله، إن شاء الله لأنه مختص في الحقوق ويعمل هذا، لا لأنه عنده خبر وعنده تجربة وعنده شخصية وعنده وضوح وعنده وضوح في الرؤية. وقاد مرحلة يشتغل بأدوات ضعيفة الباجي قائد السبسي، وحزب ملقط من 20 جهة واشتغل بأدوات ضعيفة في ظروف صعبة وفي ظروف اتهامية، واستطاع أن يبرز كرقم. ليش؟ شو هي هذه الشهادة اللي واخذها الباجي؟ الشهادة اللي واخذها الباجي عام 48 ما تسويش. ثم خبرة سياسية، ثم رأسي، ثم خبرة، ثم عنك، ثم روح قيادية. أنا أعطيت مثال قد ينطبق إلى حد ما على فلان وفلتان وفلتان، مش على الباجي فقط. أنا أوكي بالنسبة ليك أنت المخرج توره هو رجل سياسي قادر ومقتدر، مش رجل اقتصاد أو تكنوقراط كما يقولوا أو ما شابه. لأنه أي مشروع إن شاء الله تجي تبني مدرسة، إن شاء الله تعمل مزرعة متاع عنب، إن شاء الله تيجي أي مشروع في التنمية، راهو يحسب من 3 سنوات إلى 5 سنوات. يا أخي تجيش تحكي لي على طريق وهو مازال في الخريطة، تجيش تحكي لي على تنصدر عنب وأنت مازلت ما غرستوش، تجيش تحكي لي على عندي كذا وأنت مازلت ما عملتوش. ما هو إذا كان عندك مشروع للتنمية راهو بده 3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات حتى يبدأ يعطي مفاعيله وأكله ويتمظهر في شكل آخر، في الصحة، في التعليم، في 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 في. ولذلك لا أحد يدعي أنه عنده هذا المشروع ولا بدأ في هذا المشروع، ولا الدولة عندها فلوس لهذه المشاريع. الدولة ما عندهاش فلوس للتنمية،
الفلوس اللي هي تعتقد الناس تتجه بها الى التنميه هي فلوس مفترضه او افتراضيه، هي فلوس على اساس انا باش تتسلفها واعطوها لها، هي ما فيش فلوس. هي الدوله بالكاد عندها مرتبات، عندها مرتبات وعندها التسيير وعندها شويه للدعم، والدعم باش تنقص فيه. شفت الدوله، كل دوله عندها مرتبات وعندها دعم. ميزانيه التسيير جستيون، وعندها الدعم الاسيستانس ولا شو يسموه، وعندها ما يسمى بالتنميه. توا تونس ما عندهاش، في معده يعني كيف ما قلت لك، في معده ان المرتبات ويمكن شويه التسيير مع الضغط، التسيير الاداري هو التسيير الاداري، هو الشاي وك القهوه وك السفريات وك البنزين وك السيارات، هذاك التسيير راهو كمان، والكمبيوترات والكمبيوترات الجدد والشركات والعقود، واللي يجي يعمل لك مسحه ويضرب كذا ويفوتر وهذا يفوتر على هذا، كله تسيير واقلام متناثره وكذا ورق وطبعات وكذا، هذا ممكن تعمل فيه ضغط. والدعم هاي باش تعمل فيه ضغط باش تنقص شوي، والتنمية ما عندهاش باش تتسلف. وهذا الشيء راهو مش مرتبط بمدير البنك المركزي ولا مدير بفلان ولا كان جبنا المدير البنك المركزي الاخر ولا كذا تيكون احسن، لا لا لا، مرتبط بمناخ وبعمل وبجو ثقه وبعدم اضرابات وبهدنة اجتماعية وباتفاقات باتفاق بين أطراف وبنظام واضح وبخطة خطة 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 تنموية كبيرة مدى البعيد، مدى البعيد واضحة بالله أستاذ، وتبدأ من البيئة. أي مشروع اليوم تنموي لا يبدأ من البيئة هو فاشل. إذن نجيو للمحور الأخير من الحلقة هذه اللي استضفنا فيها صافي سعيد، وهو محور الإعلام. لكن قبل ذلك تشاهدوا التقرير مع بعضنا ونواصلوا. إذا كان الخوض في الخطاب الإعلامي اليوم لا يخلو من محاذير، فإن ذلك لا يمنع مع ذلك من الحديث عن بعض الملامح الجديدة التي أصبحت تميز المشهد الإعلامي في تونس. ولعل السؤال الأبرز الذي يحتمه هذا الحديث هو ما طرحه أحد المؤلفين الغربيين: كيف يجذب محركو الدمى الكبار في السياسة والإعلان ووسائل الاتصال الجماهيري خيوط الرأي العام؟ سؤال مرفق بعنوان كتابه المتلاعبون بالعقول. طرافة هذا العنوان لا تخفي دقته وانطباقه على واقع الإعلام وأساليبه التضليلية لعقول البشر، فهو يمثل كما جاء في الكتاب إحدى الأدوات التي تسعى النخبة من خلالها إلى تطويع الجماهير لأهدافها الخاصة. فهل يختلف حال الإعلام عندنا في تونس عما جاء في هذا الوصف؟ على أي نحو يمكن الحديث عن تأثير الثورة في المشهد الإعلامي؟ ما الذي تغير في هذا المشهد في علاقته بالرأي العام؟ لا شك أن من أهم مزايا الثورة في تونس هذه المساحة من الحرية في التعبير وفي الإدلاء بالرأي وفي نشر المعلومة، وكذلك في تضاعف المؤسسات الإعلامية المكتوبة والسمعية البصرية. ولا شك أيضاً في أن هذا التنوع والتعدد أضفى على الساحة الثقافية طابعاً جديداً فسح المجال للتنافس ضماناً للجودة شكلاً ومضموناً. غير أن هذه التحولات لم تمنع من استمرار توخي أساليب التضليل أحياناً، والتي تتحول تدريجياً إلى أدوات للقهر والتحكم في العقول. صحيح أننا في وضع انتقالي، وصحيح أيضاً أن التحديات المطروحة مرتهنة بتغيير جذري في العقليات وبإصلاحات ثورية في المؤسسات، لكن ذلك لا يمنع في الوقت الراهن من العمل على تنظيم الحرية الإعلامية وترشيد الخطاب الإعلامي على نحو مسؤول. أستاذ صافي سعيد، مش ندخلوا في مجال اختصاصك أنت اللي هو المجال الإعلامي،
كيفاش تقيم دور الإعلام اليوم في تونس في علاقة بالرهن التونسي، في علاقة باللي كان ممكن أنه يقع من طرف الإعلام وموقعش، أو في اللي يقع ومحقوش يقع؟ أسئلة متعدة يمكن أنه على الأقل نلامسوا البعض منها من خلال الحديث عن محور الإعلام. ملاحظة بس بسيطة، أنه أنا أحاول أن أكون عقلاني في مواقفي وموضوعي، لا أريد أن أكون لا ديماغوجي لا خطابي لا حزبي لا إشي، وهكذا أتحدث سواء كنت تحدثت على التنمية أو على الإعلام أو على السياسة أو كذا أو على الاقتصاد، هو هذا هو خطابي. حتى خطابي الاقتصادي كان ربما يساري ذات يوم، لكن تعقلنا، لأنه نحن نعيش في ظروف، نعيش في شروط، نعيش في شروط، هذه هي الحياة. لا، الحياة نعيش في شروط، وإمكانيات التغيير ليست بأيدينا دائما، لا نملك من التغيير إلا الإرادة، والإرادة هذه غير محروسة، واضح، أو الرغبة، والرغبة هذه لا تملك قوة، وهي رغبة ميتة إذا هي لا تملك قوة. نيجي الإعلام. الإعلام راهو عنصر مهم جدا جدا في التنمية، في الحكم، في السلطة، في السوق الاقتصادي، في كل شيء. الإعلام هو كل شيء، هو المرآة الكبرى لأي أمة، لأي مجتمع، وللعالم. هو الكارفور الكبير، كارفور يعني الملتقى الكبير حيث تلتقي فيه كل الأطراف، يلتقي فيه الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي، ويلتقي فيه الأمن والقوة والرفاهية أو الفقر أو كذا أو كذا. هو المرآة العكس لكل شيء، هذا هو الإعلام. وتقرأ وتشوفه، هو معبر على مستوى الجريمة، معبر على مستوى التقدم نتاع هذا البلد أو ذاك البلد، لأنه الإعلام هو عدة عناصر متفاعلة. إذا رأيت تلفزيون متخلف فاحكم على أن هذا البلد متخلف، ما هو هذا، هو هذا هو الإعلام، واضح. لأنه أي صحيفة، أي تلفزيون، أي راديو هو تعبيرة شاملة فيها أطراف متعددة ومتدخلين متعددين، فيها المستوى السياسي والمستوى التقني والمستوى الاقتصادي والمستوى السوقي الاقتصادي، بمعنى أنه هل عندي إعلانات، ما عنديش، عندي جمهور، ما عنديش، عندي اتصالات، عندي انفتاح، عندي نوافذ، عندي إنتاج نسوق له، عندي كذا، عندي رؤية، عندي، فهمت؟ هذا هو. وفي الرهن التونسي، وفي الرهن التونسي احنا ما الذي نلاحظه في التلفزيونات التونسية والراديوات التونسية؟ صحيح وصلنا إلى حرية إعلامية، ولكن ما زال ما عندناش مضمون لهذه الحرية ومضمون لهذا الإعلام. احنا إعلامنا وحريته هو يتمحور حول برنامج واحد، برنامج واحد نجم تشوفه في كل التلفزيونات، في كل الراديوات، هو برنامج النقاش السياسي صباحا مساء، هو النقاش السياسي اللي مسيطر هو في الوضع الحالي. وفي بعض التلفزيونات شوية نقاش ديني ايديولوجي وهكذا، وثم مناسبات عندما يقع مهرجان هنا أو هناك أو معرض كتاب أو كذا، أيضا يوم يومين مثل الأعياد. العيد شو العيد؟ ما هو زينة للسنة، للأيام الكالحة، لأيام الجهد والكد، يختاروا لك نهار اثنين ستة سبع أيام أعياد، هي هالمهرجانات هذه. إذن ما عندناش مشروع ثقافي كبير، وما عندناش حتى مشروع إعلامي كبير، ما زلنا الصحف اللي هي في عهد بن علي قوية، هي ما زالت قوية، هي الموزع. ليش؟ لأنه الموزع واحد لم يتغير. اكتشفنا أنه مش بن علي كان يسير في الإعلام، أنه اللي يسير في الإعلام هم ناس آخرين متفاعلين موجودين في السوق، وهم اخترعوا أساليب لبن علي وحبذها بن علي وجدها جيدة. الصحيفة نجد تقتل صحيفة بدون قرار سياسي، تغلقها تعمل منها قضية، إذا أعطيها للموزع اللي هو وحده الجبار، هو يقتلها في السوق، إذا تصبح أنت فاشل وجريتك فاشل. أنا نفس الفعل اللي كان موجود إلى الآن ما زال موجود. مشكلة هذه اللجنة الإعلامية اللي أسسوها هذه بتاع السمع البصر، ما الذي فعلته إلى الآن؟ وليش هي للآن؟ هو إحنا عامين ونص، ما الذي فعلناه على صعيد السمع البصري؟ ما زال كله تجريب،
وكلنا نتحدث في تلفزيونات التجريب وهذاك اللي موجود. بينما التجريب يا عزيزي راهو شهر شهرين، عندما تقدم تلفزيونك وشركتك وتوافق عليها وتاخذ موجة للبث وعندك قمر صناعي اشتراك سنة او ثلاثة سنوات مع قمر صناعي وعندك موافقات كلها وعندك البرمجة متاعك وعندك خيارك لتلفزيونك، هذا تلفزيون منوعاتي، هذا تلفزيون عام، هذا تلفزيون خبري، هذا خط تحريري واضح وخط تحريري وكذا ولا غير ذلك، وعندك ليكيب متاعك وميزانيتك وعندك عقودك الإعلانات وكذا، يعطوك رخصة ويعطوك بث تجريبي. شكون هو اللي يعطيهولك البث التجريبي هو بالأساس؟ يعطيهولك القمر الصناعي، هو في العقود يعطوك قمر صناعي يعطيك شهر شهرين بث تجريبي لأنك أنت مشارك عنده بثلاثة سنوات. إحنا اليوم فيما أعلم لا وجود لمثل هذه العقود، تلفزيونات تبث بدون تراخيص، بدون تراخيص وبدون عقود مع الأقمار الصناعية وبدون عقود مع السيادة الفضائية لتونس مع الموجات البث وكذا. أخي هو الفضاء مسيب للناس كل، الفضاء رأوا فيها فيه سلطة، سلطة سيادية على الفضاء، وهذا هو جزء من ركن من أركان الدولة، وهذا رأوا الفضاء ذي رأوا عندما يخترق رأوا يعاقب عليه. كان تجيك طيارة تخترق لك مجال الجو متاعك يسمع اعتداء، ونفس الشيء في البث التلفزيوني فضائي. في البث الفضائي أستاذ، لكن مع ذلك هل الوضع علينا؟ هذا كله علينا. لكن شيء هي الصياغات والقوانين وفهمنا للإعلام وشو هو الإعلام وين ماشي الإعلام، وين هو الإعلام الحكومي وين هو الإعلام العمومي وين هو الإعلام الخاص، وهل الإعلام هو وهل الإعلام أنه هو حكومي فقط ولا حكومي وخاص، وما هو الإعلام الخاص وشو شروطه. هذه تدخل في جزئيات احنا حسبنا اللي يهم المواطن العادي. الإعلام اليوم شنو الدور؟ ودي مازال ما عندناش إعلام. اسمعني، من نقول لك مازال ما عندناش إعلام، عندنا بدايات، عندنا توجهات، مثل ما عندناش نظام ديمقراطي، عندنا توجهات نحو الديمقراطية. الإعلام مازال ما عندناش إعلام، ما عندناش لا مسطرة نسير عليها ولا رأس مال مستثمر في الإعلام. تو أنت تحبني نصدق أنه التلفزيونات هذه عندها رأس مال وعندها سوق إعلانية؟ تو كنت تحدث عن التلفزيونات العمومية أستاذ صافي. التلفزيونات العمومية هي عندها ولكنها فاشلة. لا يعقل لتلفزيون في العالم انه فيه 1800 موظف وتريد ان وعنده قلعه كبيره كانت ممكن هذيك تكون ما نعرف هي اساسا بنيت للعرب كلها، فهمت؟ لا يعقل لتلفزيون عنده 1800 وهو لا ينتج اكثر من 3 ساعات اسبوعيا برامج، كي تعدلهم نشرات الاخبار وتعدلهم برنامج ولا اثنين. هذا هو، انا لا اريد ان انقص ولا انتقص من كرامه او من جهد او ابخس جهد اي شخص واي زميل واي كذا، ولكن هذه الحقيقه 1800 في تلفزيون واحد راك تنجم تعمل بهم 5-6 تلفزيونات ويبقوا كلهم تابعين للحكومه وكلهم يخدموا في خدمه تونس، واحد في الرياضه، واحد في الثقافه، واحد في السياحه، واحد في السياسه، واحد في الارياف، في التنميه الريفيه، في الارياف، واحد في عام، واحد اخباري، واحد كذا. ولكن هم 1800 ولا 2000 واحد. اذهب إلى التلفزيونات المتقدمة، اذهب إلى روسيا اليوم أو فرانس 24 أو البي بي سي أو الجزيرة العربية، لا أحكي على الجزيرة المتعددة، وشوف قديش فيها موظفين. أنا تعاونت فترة مع الجزيرة سنوات 98 كان فيها يمكن حوالي 60 واحد، وفاكرين أنتم الجزيرة الدولة هي خلق الدولة، بعدين صار الدولة عمل جزيرة إنجليزي وجزيرة رياضة وجزيرة شلدر وجزيرة وجزيرة وجزيرة. ما لبس تفسر هالعدد المهول يا أخي؟ بيروقراطيين، برنامج بده واحد بده ثلاثة أربعة يصير فيها 40، ال40 يبدو يتعاركوا ما عادش يعملوا البرنامج. البيروقراطية الموجودة هذه خدمة اجتماعية. ثانيا إعلام. تموت تحبون نحكم زرع شو إعلام؟ شو إعلام يعني؟ إذا كان جاء واحد رأس مالي يمول جريدة قالوا هذا الجريدة يمول فيها واحد رأس مالي والرأس مالي فاست. يا ودي مش هكذا، راهو كل الممولين الإعلام في العالم هم رأس ماليين، وكي تجي تبحث عليهم هم فساد أو مغتصبين أو سرق أو تجار حرب. يا أخي داسو راهو يمول في 20 صحيفة في فرنسا، وبويق يمول في هامر، كان يمول هامر تاجر البترول وتاجر السلاح الكبير، كلهم يمولوا، مردوخ ما كذا ما كذا، هذا كلهم
يعني لا تبحثوا على الأشياء هذه، يعني مش اللي فلان تشجعوا، راهو الاستثمار في الإعلام صعيب ومانيش متعودين عليه في تونس، وهو باش يشتغل يبدأ يشتغل بعد 3-4 سنوات ويشتغل ببطء، ولكن ممكن أن يتطور، لأنه سوقنا الإعلامية قليلة وخبراتنا قليلة وفضاءنا صغير، وأحنا ما عندناش خطاب إعلامي نقدر نتوجه به للعالم العربي كلنا، لأنه التوانسة كلهم يتغنون بتونس وفاكرين ما موجود إلا تونس، والجزيرة راي لم تكبر لأنها تتغنى على قطر، قطر وكان عندها 20 جريدة أخرى تتغنى بها، جزيرة راي كبرت ولا العربية كبرت ولا كذا تتكلم بصوت آخر، فهمت؟ إحنا ما عندنا ولا تلفزيون يتكلم بصوت آخر، صوت اللي فيه الثقافة وفيه العروبة وفيه العالم وفيه العولمة وفيه الأزمنة المضطربة والأزمنة المتداخلة، لا يوجد هذا، إذن لا وجود الإعلام، ما عناش إعلام، ما عناش تلفزيون في إعلان على السياحة التونسية. أخي وين السياحة التونسية؟ كيفاش تحبوها تتطور؟ كيفاش العالم يحب يعرفكم ويتعرف عليكم؟ هل القناة، أنا نتفرج على قناة أريتريا وتشاد، صدقني متطور على تلفزيوناتنا، كي نتفرج ساعة على قناة تشاد بالعربي وأريتريا بالعربي نفهم شو موجود في تشاد، ونفهم شو عندهم خيرات وشو اقتصادياتهم وشو بريف وشو نفسهم، نفهم على الأقل. كنت تفرج على التلفزيون التونسية، ما تفرج على تونس لترى شيء. يا أخي وينهم رجال السياحة؟ ليش ما يدعموش تلفزيونات؟ ليش ما يعطوهمش إعلانات؟ وين التونسير؟ وين شركة سيفاكس هذه القوية والكبيرة؟ علاش؟ ما هو كيفاش هي باش تكبر؟ لازم تكبر هي معاها أجهزة إعلام. هذيك هي تونس وهذيك هي كذا. راهو هذاك هو الإعلام. راهو في تونس عندنا توا حوالي 100 إذاعة وتلفزيون جريدة. وأن سلة من الأموال في الإعلانات قليلة جدا جدا جدا، عندما تقسمها على الجميع ما يعملوا شيء. إذن عندما جريدة لا تجد من يمولها من الإعلانات ولا تجد مبيعات، الموزع يحارب ولا تجد قوانين واضحة ولا دولة تدعم ولا أي شيء، إما تتجه للرجل فاسد يردها عبارة عن منشفة، وإما تمشي للسفارة يردها عبارة عن كتاب التقرير، واللي يحترم روحه ما يعمل جريدة في تونس اليوم. وين تبقى الامر على القنوات التلفزيه؟ وين تبقى الامر على كثير من القنوات التلفزيه؟ اما تطور نفسها مش ضروري، مش ضروري بقناه انك انت عندك برنامج وطاوله باش تقلب الدنيا، راهو مش هكا التلفزيونات. استاذ هنا حتى وين برامجك؟ وين منوعاتك الكبيره؟ وين ميزانيتك؟ شو سياستك؟ شو اهدافك؟ بعدين يجي واحد، بعدين يجي واحد يمول تلفزيون، يجي الاخر يقول له يبدي يناقش فيه في خط التحرير. كما كنت، شو هو خط التحرير؟ خط التحرير هو خط سياسي، هو خط المصلحه نتاع ذاك الرجل الممول، هو يرى مصلحته السياسيه والاقتصاديه هكا، هو هكا. انا ما تناقشوش خط يعني التحرير، يعني ما يخليش هو يعني يا ناس ما تفلسفوش علينا، هذا اللي تتفلسفوا بيه راه مش موجود في العالم. ما تقوليش حياديه، تحب تعمل اعلام ثوري اعمل اعلام ثوري وانا معك. اعلام ثوري شيء اخر، معناه ما عندناش اعلام ثوري، ثوري عداله ثوريه، قضاء ثوري، حكومه ثوريه، هذا كل شيء اخر. ما عندناش هذا، لا لا، هذا شيء اخر غير معمول به وماناش عاملين به وماناش باش نعملوا به، لانه كي تعمل اعلام ثوري شيء اخر، وتعمل حكومه ثوريه شيء اخر، وقضاء ثوري وعداله ثوريه شيء اخر، تنيم القوانين كلها، تنيم كل شيء، تبدا من جديد، قطيعه جذريه مع السبب كل. اذا هذا ماهوش موجود. تو انت تجيش تبدا تخدم عند واحد راس مالي ولا عند الدوله وتحب تستقوى، انت تاخذ في مرتب من الدوله وتحب تستقوى على الدوله، وتاخذ في مرتب من عند فلان الفلاني وتحب تستقوى عليه، وتقول له خط التحرير. يودي خط التحرير راه ممول، راك تيجي تعمل فيلم المنتج هو اللي حاكم غصب، حاكم بالتوافق، مش هو اللي يفرض في كل شروط، ولكن حاكم لانه منتج، لانه يعرف السوق، لانه صاحب المال. راو راس مال مالي، اوكي، ثم راس مال مالي وثم راس مال بشري، اوكي، جزء كبير راس مال الذكاء يلعب دور، فهمت؟ ولكن احنا ما وصلناش هنا، مازال ما عندناش راس مال الذكاء، هو جامد، هو اللي ما ثماش ومجمد، مازال مش موجود. استاذ صافي سعيد، تعتبر شيء بالشكل اللي تحدث عليه؟ نحكي لك على الاعلام، الاعلام علاش يسلموه سلطه رابعه؟ وعليش سموها صاحبة الجلالة الصحافة؟ لأن هي سلطة السلطة، هي التي تراقب الجميع وتوجه الجميع، هي سلطة الرأي العام، هي القوة الجبارة الناعمة والخفية، وهي القوة الموجهة،
وهذاك هو الإعلام، عندما يأخذ مساراته ويفهم روحه ويعي بنفسه ويخرج من الشرنقات ومن الصراعات ومن صراعات النقابات والجمعيات، لا يوجد إعلام حر عامل نقابة تدافع عليه. كعليش انت قلت الصحافة ضعيفة تكثر فيها؟ الصحافة ضعيفة تكثر فيها النقابات، كيف المعامل الضعيفة تكثر فيها النقابات. أي مؤسسة تضعف تكثر فيها النقابات؟ طبيعي. لو تمشي تشوف اليابان ما فيش نقابات، تجي تعدلهم في ضرباتهم توجدهم عاملين 4-5 ضربات من الحرب العالمية الثانية. وإحنا يوميا حيثما توجد إدارة ضعيفة وقلة عمل وبيروقراطية توجد الضربات والنقابات. إذن هي جزء من البيروقراطية العامة. أستاذ ممكنش هنا، ولو أنك أشرت للأمر هذايا لكن حبيت يتضح فقط للمشاهد، ممكنش نعتبر أن الإعلام اليوم في تونس طرف في الصراع السياسي؟ هو الصانع هذا الإعلام السياسي، هو المسرح الذي يتمظهر فيه هذا الصراع، وهو الإعلام في تونس متشيع ومتحمس أكثر من السياسيين، وهو اللي اندمج معاهم في اللعبة. طبعا جزء هو هذا، ما جزء على هذا، وهذا جزء من هذا، وهذا ركحي أنا، وهذا مقعدك أنت، وهذا تقعد هنا وانت تقعد هنا، وانت تحكي 5 دقائق وانت تحكي ربع ساعة، وانت كذا، وانت مش محبوب من فلان، وانت موج. طبعا اللي هو الصراع الإعلامي، رأوه هو الصراع السياسي، رأوه الإعلام والسياسي شيء واحد تماما. والإعلاميين يتميزون بحاجة أخرى، أنهم يفكروا شوية أكثر من السياسيين. هذا اللي ما يعرفوش السياسيين. السياسي في تونس مازال يعتقد أنه الإعلامي هو خادم عنده، مازال يعتقد والعكس، وأنه كين صاحب فلان تو يقول عليه كلمة باهية، وتو يكتب عليه مقال باهي، وتو كذا وتو كذا، مازالوا هكا يعتقدوا. مازالوا الزبونية، الروح الزبونية اللي هي جزء من السلطة القديمة ومن التفكير القديم بالنسبة للسياسي، مازالوا كيف. بينما السياسي والإعلامي في البلدان المتقدمة هم السواسية، وهم متعاونين كبيرين، وجهين العملة واحدة، وحتى كي يتصارعوا هم صراع قوي وكبير، وهم أي فعلا هم الاثنين دور واحد. أستاذ شكون يوجه الآخر؟ كل مره هيك في صراع فيه. هل انه كل مره كيف مرات علاقه، مرات علاقه متوائمه ومتوازنه، ومرات علاقه فيها موازين قوى، ومرات الاعلامي يوجه، ومرات السياسي يريد. تمشي السياسي يريد، لكن الاعلامي في غالب الاحيان هو اللي يوجه. تمشي الاعلامي هو اللي يفكر، هو اللي يعرف المجتمع، هو اللي في يده الصوره والصوت والمكسجة والدبلجة، واللي فيه كل شيء. راهو الإعلامي هو في المرآة الأمامية في المشهد. أنا كي نقول هنا الإعلامي ولا السياسي، تمشي طرف آخر. دائما ثم عنصر المال، دائما عنصر المال هو لاعب رئيسي، لاعب رئيسي. ما هيش هي السلطة، هي هذيك هي السلطة، سلطة المال. السلطة هو المال والإعلام والأمن، معناها الامساك لا من يعني القوه، خلينا نقولوا القوه، الامساك بالثالوث هذايا معناها هذيك. اي طبعا الثالوث هذه هي هذه شكل السلطه. طبعا كي نقولوا اعلام ونقولوا حياه، نقولوا مارشي كبير سوق، كي نقولوا اقتصاد نقولوا سوق، وكي نقولوا اعلام ايضا نقولوا سوق. فيه كل شيء، في مستوى ذكائك ومستوى تطورك، وفي طموحاتك، وفي خيالاتك، وفي أمراضك أيضا، يحمل أمراضك وعجزك، وفي كل شيء. الإعلام هو الناطق بيك، هو النهر المفتوح اللي ترى فيه كل شيء. ومن يتفرج 3 أيام على تلفزيون تبع بلد من بلدان يفهم، يقدر يفهم. ما عدا تلفزيون تونس، يعني في تونس تحاول أن تفهم البلد بدون تلفزيونات. أستاذ نشكرك، احنا الحديث في واقع الأمر ممتع، مش نتركوا لك كلمة الختام بالنسبة إلى هذا الحوار الذي كان أملنا أن يكون أكثر مساحة في الزمن. والله أنا أقول لك إن شاء الله مرة أخرى، وما نثقلوش كثير على القارئ. أكيد أنه ساعة وربع أو ساعة ونص جيدات جيدة جدا، وحتى المستوى بنظل محافظين عليه وكذا، ما هو طول الحديث يضعف الأداء. يا سيدي إن شاء الله مرة أخرى، وأشكركم. وأنا بصراحة رغم أنه قسوتي في حكمي على الإعلام وكذا، لأن أنا قاسي شوية في خدمتي وفي كذا، وأنا أعترف بالجدية وبالجدوى،
فحتى لو كنت قاسيا في حكم الإعلام وعلى التلفزيونات، أنا أتمنى لكم مستقبلا زاهر، وأتمنى لكم تألق، وأنتم وتونس، أنتم وتونس عندما يتألق الإعلام ويقوى الإعلام ستقوى تونس، تقوى تونس في الداخل وفي الخارج. أشكرك أستاذي الكريم. شكرا. إذن أعزائي المشاهدين، هكذا نأتي إلى خاتمة هذه الحلقة التي استضفنا فيها الإعلامي صافي سعيد، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيف القلم. أستودعكم الله.